لكن الرد اللي هيكون اكتر من الجمهور. يعني خلينا نروح للجمهور شويه، انا عارفك دايما طبعا، فخلينا نروح للجمهور ونشوف الجمهور قايل ايه للكابتن التاريخي للنادي الاهلي. اشرف محمود بيقول انا بهنيك يا كابتن اسلام، وبصراحه انا مبسوط بوجود الكابتن شادي معاك، ربنا يوفقكم يوفقكم، حلقه جميله بجد. بيبو بيقول كابتن شادي محمد اعظم، مش انا اللي بقول، بيبو اللي بيقول، بيبو محمد، كابتن شادي محمد احد اعظم كباتن النادي الاهلي واكثر الاشخاص الذي يحب النادي كمشجع قبل ما يكون لاعب في النادي الاهلي. كرم الفايدي بيقول منور بيتك يا قائد. محمود مكاوي بيقول منور يا كابتن شادي، بتمنى من اداره القناه يكون ليك دور. نقول لاداره القناه ان شاء الله ممدوح. بالمناسبه شادي مش محتاج القناه علشان يبقى ليه دور، شادي دايما دوره متواجد، هم دول ولاد النادي الاهلي، هم دول الكلام او النص ساعه اللي فاتت او الربع ساعه اللي فاتت واحنا بنتكلم، هو ده الكلام او القيم اللي احنا عايزين نوصلها لكل جمهور شادي محمد ولكل جمهور مصر كلها الحقيقه. ممدوح بيقول مساء الورد يا كابتن اسلام، ونورت، اشكرك جدا، عاوزين حلقه مع بركات ومتعب يا عمنا، ان شاء الله دي تبقى حلقه طبعا ضرب نار. محمد صابر بيقول منور الدنيا كلها، اشكرك ويا كابتن شادي نورت بيتك من جديد. محمد عاطف، جمهور الاهلي بيحبك يا كابتن شادي وفي ظهرك وما يهمكش اي حد ما دام الاهلاويه معاك. محمود حسني بيقول منور بيتك يا كابتن شادي. دمراوي بيقول كابتن اسلام منور الدنيا، عوده حميده للكابتن شادي، اتمنى تسال الكابتن شادي اولا كابتن شادي كاهلاوي، يعني البوكيه حلو قوي يا كابتن، جايبه منين؟ هنقول لك دلوقتي جايبه منين. شادي بيقول او عبد الله بيقول ادعم قناه الاهلي، لازم زي الشاطر وغيره لعيبه، طبعا كل الناس تبقى متواجده، وبنرحب بكل لاعبين القدامى اللي كانوا متواجدين دايما في النادي الاهلي. محتاجينكم انتوا الاثنين طبعا. ده احمد مصطفى، منور يا كابتن شادي قناه النادي الاهلي. طب عايزين حد يقطع فيه شويه يا جماعه، يعني ابعتوا لي اي تقطيعه كده عشان يعني اسخنه شويه، مش عارف اسخنه. مصطفى بيقول مبسوط جدا والله انك موجود في بيتك يا كابتن شادي. جمال بيقول لك مبسوط بوجودك يا كابتن، منور بيتك يا غالي، القائد الاسطوري رافع الكؤوس صانع الامجاد راسم البهجه على وجوه المحبين، منور بيتك يا كابتن شادي. مصطفى جمعه، احنا نشوف لك عروسه بقى. نشوف لك عروسه بقى يا كابتن شادي، ايه الحلاوه دي. محمد بيقول ابو قلب نضيف الرجوله، بعتوا لنا على هاشتاج الشاطر شادي كل الاسئله اللي حضراتكم عايزين تسالوها بدون اي كسوف. النهارده شادي محمد موجود في بيته داخل قناه النادي الاهلي، داخل البيت الكبير.